إذن مشاهدي قناة شوف تي في، مازال معاناة ديال عائلات المغاربة المحتجزين بالسجون الليبية يطالبون وزارة الشؤون الخارجية بالتدخل العاجل لإطلاق سراحهم مشاهدينا. فصراحة ماشي أول مرة يعني تيوقفوا وتيناشدوا الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل. إذن مرة أخرى كنشوفكم في وقفة يعني كتناشدوا الجهات المسؤولة باش تدخل تدخل العاجل من أجل فريدة الكبد ديالكم، لأن أكيد حتى أم غادي تشوف النهار الأبيض ما حد ما شافتش ولدها. حاسين بكم وكنتمناو فعلا أننا نشوفوا الأبناء ديالكم اللي هما حتى هما خوتنا وأبنائنا، نشوفهم بين أحضانكم في القريب العاجل يا رب. فشنو الرسالة ديالكم مرة أخرى وأنتم واقفين في هذه الوقفة الاحتجاجية؟ سلام نادي اختي، كنشكروك دائما على التضامن ديالك معنا وعلى الوقفات ديالك معنا. اختي كنطلبوا لجلاله الملك لا غير، ما بقيناش باغي نطلبوا حتى شي وزير ولا شي مسؤول، كنطلبوا جلاله الملك، حيت هاد الوليدات ما بقاو حتى شي واحد. بكينا عليهم، طحنا قدامهم، جرجيناهم، توسلنا لهم. واش هاد الدراري 9 شهور سجون وكاين اللي عام وزياده؟ علاش؟ علاش الدوله ما بغاتش تجيبهم؟ قال لنا نهار 20 في شهر 11 اخر اجل ان هاد الوليدات غادي يجيو. الدراري تبصموا دابا 6 شهور، ان دوله كتبصم وليدها 6 شهور وكتخليها في البلدان الاخرى. يعطوني غير انا يعطوني مثل شي دوله كتخلي وليداتها. واش الصومال دوله فقيره مشات جابت وليداتها؟ كيبصموا سيمانه كيمشيو يجيبوا الوليدات، وحنا دابا 6 شهور وهاد الوليدات ما بغاوش يجيو. مني مشينا عندو نهار 20 في شهر 11 قلنا ليه علاش الوليدات ما جاوش؟ قال لك حقا ليبيا ماشي دوله امن وسلام. وهما والنمس عاد كانوا فيها، كانوا دايرين اجتماعات فيها، كان السيد بوريطة وكان البصري وكان الادريسي وكانوا وفد مغربي مشى كامل، مشاو جوج طيارات والدراري بصمين ولي سباسي عندهم، علاش ما يجيبوش هاد الوليدات؟ اشنو السبب؟ يعطونا السبب، ما بغاوش اختي يجيبوهم، يعطونا حنا ورقه نمشيو ندخلوا حنا نجيبوهم، حنا دابا حنا كنطالبوا بهم خليونا حنا نمشيو نجيبوهم. حيت عينا عينا بالطليب وبالرغيب عينا، ما خلينا كي درنا مع هاد المسؤولين، وحتى مسؤول ما حس بهاد الناس. ولكن كي قلت لك نادي دائما ولاد الفقراء والضعفاء هما اللي كتجي فيهم، اما الناس اللي لاباس عليهم الوزاره وهذا الشيء، راه وليداتهم كيصيفط لهم طائرات خاصات. انا دائما كنقولها المغرب ديالنا ما شادينوش مسؤولين اللي هزهم روح ديال انهم يواظبوا بان هاد الشباب يديروا لهم مستقبل، وان ما عندهمش. اللي وصل لشي منصب باغي ياكل عاه هو وليداته ويخلي ولاد الشعب الفقير يبقى فقير، ما باغيش يحسن الوضع ديال الشباب. خريف كاع على سبيل المثال، كتبان لك فيها شي شركه شي معمل شي حاجه، والو تي شي مسؤول في خريبكا. انا كنهضر بالذات على خريبكا بالذات، شي مسؤول بغا يدخل شي مسؤول لخريبكا ويدير في خريبكا شي حاجه مزيانه، كايناش. كاين شي مسؤول في خريبكا كيدير شي حاجه زوينه في بلادنا؟ والو، اللي جا كينهب وكيخرج كيسالي الخدمه ديالو خمس سنين كيمشي في حاله، كيجي الاخر موراه هكاك والاخر موراه. خريبكا ما كتزاد فينا حتى شي حاجه. عالجرادي عالجرادي فين يبركو، ما عندناش هاتي، ما عندناش حتى ملاهي، ملاهي الطيفان الاطفال الصغار فين يلعبوا؟ ما عندناش في خريبكا، ما عندناش. ماشي كالعاصمه الرباط كالدار البيضاء، حنا خريبكا ما كيخدموش عليها كاع اي مسؤول. انا كنقولها وما خايفاش، انا اللي بغاو يجيو يدوني يعتقلوني يعتقلوني من دابا، ما عنديش مشكل. حيت صافي، واش مني الكبده ديالك كضر ما كتبقى كتهمك فيها حتى شي حاجه، حتى
حتى شي حاجه. الا ما بغاوش هاد الولاد حنا ما غنبغيوش هاد الدوله. كاين تواصل دابا مع وليداتكم؟ اه ولكن ولادنا محلين. اش كيعاودوا في عذاب جربه قهره قمل جوع. تخيل لي انا ديال اختي الحك ديال دانون ديال الدرهم هو اللي كيعطيو فيهم والعصا العصا من الفوق. يعني كيتعنف. اه كيتعنفوا. واش الدولة ما عندهاش القلب ما عندهاش الإنسانية؟ إلا ما كانتش فيها الإنسانية حنا ما بغيناش الدولة. حتى حنا غنشوفوا حتى حنا فين نمشيو. يعني الجهات المسؤولة. وناشدنا الجهات المسؤولة، حتى مسؤول ما بغى يخدم على هذا الموضوع، حنا دابا كناشدوا جلالة الملك. حنا بغينا نمشيو نجيبوا ولادنا، حنا دابا يعطونا ورقة باش نمشيو نجيبوا ولادنا. حنا ما تلاوي ما بغاوش غنديروا مسيرة من هنا حتى لوجدة وندخلوا نطلبوا جميع الدول وندخلوا نجيبوا ولادنا، حيت عينا بالطلبة وبالرغبة، عينا ما نتوسلوا. عافاك الله يرحم والديك المسلم في دين مسلم في رجليهم مسلم في ريوسهم. واش تعرفنا تسعة شهور وحنا غاديين جايين انا ديال الناس راه فقراء. راه حكا انتوما اللي عطيتوا لولادكم باش مشاو، واير عطينا لولادنا باش مشاو، بغاو يحسنوا وضعهم، كل لقاو في بلادهم الخير ما غيهربوش منها. هما باقيين دابا كيهربوا من الداخلة. باقي يعني الشعب المغربي كامل جميع المدن، ها قلعة صراغنا، ها بني ملال، ها صفرو، ها فاتها. لا ماشي خريف، قاد هاد الناس من قلعة صراغنا. أنا نجي عندكم أنا. هذا من قلعة صراغنا، هاد السيدة اللي حدايا هي من صفرو، هذوك الناس ديال بني ملال، واحد ديك البنت من فاس، يعني حشومة عيب، يعني ماشي يقولوا خريف كاع حقا، خريف كاع نقطة سوداء. لا راه من جميع المدن المغربية، راه كل الشباب لقاو فضاءات عمل ومصانع وشركات، راه بدبلوماتهم راه قارين، راه وليدات نقيين، راهم يخدموا في بلادهم، ولكن راه المسؤولين باغي قلت لك كي قلتها لك، أي مسؤول شد شي منصب باغي على راسو ووليداتو وجنابو، إما الشعب الفقير خليبوه فقير. هاك حسن خويا. نعم أنت أخي جيتي من قلعة صراغنا. جيت أنا من قلعة صراغنا أختي لالا نادية، الله يحفظك والله يطول عمرك، والله أنا ما فاطر. والله ما فاطر الا من جوج وقسمين وانا فاير ديال الليل وانا باقي الان، وراه نقول لك راه تسعة شهور هذه وهنا كنمشيو ونجيو 20 مشية وكثر للرباط. ولدي دابا نسمعك الاوديوات ديالو، هو راه سالهم ليا عيامس تشعف اللي كيتشعف، والله تنسمعهم ليك. كيقول لك شنو كيقول لك؟ عافاك با عافاك عافاك عافاك، صيفط لي الباسبور ولا شوف كديري لي، انا مع من بين صيفط لي الباسبور. ودابا الدوله كيقول لك لا، اللي دار شي حاجه يتحملها لراسو، ما تصيفطوش هنا غنجيبوهم. وين انت غادي تجيبوهم دابا والنامس؟ يلا اوكرانيا مع روسيا باغيين يتحاربوا ولا ما يتحاربوش؟ جابوا الوليدات في 24 ساعة. وهنا الادريسي مشى وقعد شحال، وملي قلنا ليه قال لك تبلوكينا تما وقعدنا، وفين الدراري؟ واخا راه حنا كنخدموا تنديروا السفاره. دابا بوريطه قال لهم السفاره شوف انت خاصه ليبيا ماشي دوله مستعره، ملي ما دولاش مستعره علاش تيمشيو ليها هما؟ ولاش باغيين يجيبوا ولادها يقراوا عندنا هنا؟ ولاش هما عايشين عندنا؟ وكيجيو يتحاوروا معاهم هنا؟ راهم ديما في الصخيرات، وديما في الرباط، وديما في بوزنيعه كيضربوا في الديسير وكيضربوا في الشوا وكيضربوا في اللي بغاو. ولادنا هنايا ولاو بهايم كيتباعوا ويتشراوا، علاش ما بقاوش في هاد المسؤولين؟ انا كنطلب من جلاله الملك يشوف في هاد الامات وهاد الوالدين، راه تمحنا وتعذبنا وراه عيينا، وانا راك جاي من القلعه، وهنا راه القلعه معروفه كنتجو الزيتون والفلاحه. دابا السدوده كلشي وكح، ما بقاش الماء. صحاب لوفيس قال لك الماء اللي بقى ما مخدمش تا الضو، داو داك شويه اللي بقى يلاه غادي نبيه لمراكش، هنا حبسوا علينا، الزيتون كرم، ما بقيناش كنفلحوا. يعني ولدك مشى باش يحسن الوضعيه، باش يحسن الوضعيه ديالو، صداع في الحبس، فلت من الموت، دابا عاد بغى يجي على بحالاته. كيقول بغيت غير بلادي. بغى على بلاده، دابا الدوله هو حاكمين عليه بالترحيل المغرب. دابا شكون اللي غادي يرحلو؟ قال لك الدولة اللي غادي تجي وترحلو، مرة كون ماشي الدولة، راه داكشي اللي خسرت أنا في الطريق، راه ليبيا أنا مدوز فيها 4 سنين ولا 5 سنين في التسعينات، راه نمشيو نجيبو، ولكن راه كيقول لك الدولة، واش البوليسي؟ واش البوليسي؟ واش المدير ديال الحبس؟ كيقول لك دولتكم ما كايناش، دولتكم ما بتجيش لولادها، والكحل داو، مصر دات، الجزائر داو، تونس دات، الا ولاد المغرب ما كيبانوش وما كيذكروهمش. هنا كنطلبوهم الله يعمر ربي يطيح الرحمه في قلوبهم، يا ربي كان ما طيح الرحمه في قلوبهم، يا ربي كان ما طيح الرحمه في قلوبهم، يا اللي كتصبحها في شان وتروحها في اخر، راه كتكون الشمس طالعه وكيطلع الضباب، يا ربي كان ما طيح الرحمه في قلوبهم. راه هنا عا كنطلبوا، راه هنا عا كنطلبوا هاد الناس المسؤولين،
سيدنا الله ينصره، راه حنا كنطلبوه كنزوقوا فيه، راه ولنا مسطيف العس غير، راه داروا عليه حاله وحولوا عليه جبل، وهادو راه رجاله. اكيد اكيد المواطن هادو راه رجاله، راه رجاله، راه رجاله، راه رجاله، راه طفل عنده 4 سنين راه حلوا عليه جبل، وهادو راه كاين اللي مخلي 4 نفوس، وكاين اللي مخلي 3 نفوس، وكاين اللي مخلي 2 نفوس، وراه عيب هنا غير يقولوا لنا واش هاد الاولاد ما يجيبوهمش، ماشي ولاد الدولة، ماشي ولاد المغرب، رانا الشعابة ورانا ولاد الدولة، ورانا مغاربة حرار، وراه ما دايرين حتى شي حاجة خايبة، راه كيبريو على خبيز، على طرف ديال الخبز، راه ما تلاو لقاو ما يديروا في بلادهم، ما تلاو لقاو ما يديروا في بلادهم، وكنشكروك على نادية، وشكرا على هذه الوقفة معاكم، الله يجازيكم بخير. مرحبا، نطلبوا الله عز وجل تفرحوا بالقدوم ديال وليداتكم يا رب، الله يطلق سراحهم. نعم، أكيد أنتم كتوصلوا الصوت ديالكم. كنطلبوا ربي يطيح الرحمة في قلوب هاد الناس المسكين. آمين آمين. تفضل الله تعالى يطيح في قلوبهم الرحمة. عندك ولدك؟ ولد بنتي. ولد بنتك؟ أم مريضة. واختي كنطلبوا سيدنا. منين جيتي؟ من الخريب. انت من الخريب؟ كنطلبوا سيدنا يجيبوا، حنا كنطلبوا يجيبوا لينا وليداتنا، ودار حنا سيدنا والمالك ديالنا ودايرين له تاج فوق الراس، حنا كنطلبوا يجيب لينا وليداتنا يرحلهم، راه محاصروا تماك هما حنين ومتومرين، وراه والديهم كاع مرضوا، راه كاين اللي نعس في السبيطار، كاين اللي مات. واختي شكرا. إذا هنا مشاهدي قناة شوف تي في، فالنساء مازال اللي باغا تعطي شي كلمة. تفضل. أنتي من هنا ولا منين جيتي؟ السلام عليكم، أنا جيت من القلعة. منين؟ قلعة صراغة. من قلعة صراغة، مرحبا. تنقلب على ولدي، هاد الدري مختفي ليا من 2017 في شهر 4 في 20، وقطع علينا اتصال في شهر، يعني مشايحرق مشايحرق ليبيا. وصل ليبيا؟ وصل ليبيا. وصل ليبيا انقطعت الأخبار. صافي الأخبار ما بقاتش. من وصل ليبيا. ما عرفتيه هو في السجن؟ ما عرفتي حي؟ ما عرفتوش حي ولا في السجن ولا كيف جاري ليه، أنا ما عرفتش كاع كيفاش داير. وعدي هو الوحيد، ما عديش من غيره، هو الوحيد تنطلب عليه ونرغب عليه، وأنا مشان من قطع علينا التليفون من شهر 5 في 2017. شهر 5 في 5 ما بقينا سمعنا عليه تخبار، ما عرفناه واش حي ولا ميت ولا كيف جاري ليه. يعني شحال في العمر وفاش مشى؟ مشى عمرو 17. 17 سنة ديك الساعة، يعني دابا تقريبا قلتي من 2017. أيوا 2017. تقريبا دابا 5 سنين. أي 5 سنين. الله يسمعك عليه خبر الخير. يا ربي أمين، يا ربي أمين. إخوان كاين، تفضل. شكرا. السلام عليكم اختي، بغيت نهضر على الاخ ديالي مشى على الجزائر. منين جيتي انت واختك؟ انا جيت من توريد. من توريد؟ واه يا جوبي. يعني جيتي باش تشاركي هاد؟ جيت باش نوقف مع هاد الخوت ونهضر حتى انا على خويا، راه دابا 5 شهور ما عرفنا عليه حتى شي خبر. سميتو يعقوبي محسن، كيعيطوا له حسني، داير 72 غرزة على رجلو. مازال ما عرفتوه لا في السجن؟ ما عرفنا حتى فين كاين. داير 72 غرزة على رجلو، عامرة حديد، ما كيطويش ركبته. كنتمنى من الله اللي شافو ولا كان في الحبس ديال الجزائر ولا عرفوا عليه شي حاجة يقولوها لنا في سبيل الله. والوالدة نتاعي 5 سنين ما شافتوش، راه الحس بها الله، والله خايفها غير توقع لها شي حاجة، وغير هو اللي عندنا، فيه الأب فيه الأخ فيه كل شيء. كاين تقنع على ما حنين فينا بزاف، دابا مشكله من مشاو ما قدرتش. عنده 23 سنة. المهم كنطلب من الله اللي يقدر يعاوننا، المهم راه يعني يعاوننا غير يبان خويا، هادشي اللي كنطلب. ومتأكدة يعني راه يكون مشدود في الجزائر حيت نصبوا عليه، داولو الفلوس ونصبوا عليه، عيطولو الآخر شدوه المخزن. هي هذيك 5 شهور دابا مازال ما سمعنا عليه حتى شي خبر، باش نقولوا يعني شي حاجه دليل ديال الموت ولا شي حاجه، ما كاينش ما كاينش، ما وصلنا عليه حتى حاجه. فيه خونا، فيه بانا، فيه كل شيء. غادي ندير الطايف وقتك باش ديري ليه النمره. صافي اختي، واخا واخا، الله يجازيك بخير. من توريت، من توريت الاخت. اذا هنا مشاهدي قناه شوف تيفي كتشوفوا معنا، واخا كتشوفوا معنا يعني وقفه احتجاجيه ديال العائلات ديال المغاربه المحتجزين بالسجون الليبيه، اللي كيطالبوا وزاره الشؤون الخارجيه بالتدخل العاجل لاطلاق سراح ديالهم باش انهم يلتحقوا بالبلد ديالهم بوالديهم. فاكيد هنا وقفه ماشي غير الساكنه ديال مدينه خريبكا او العائلات ديال الشباب اللي من مدينه خريبكا، وانما جاوا تقريبا من كل المدن المغربيه
باش يديروا هاد الوقفه ويوصلوا الصوت ديالهم. اخي انت معاهم؟ لا انا مع الاخ ديالي ولكن تنقوم. تلقوا فين خو؟ تفضل. السلام عليكم. الاخ ديالي كانوا تشدوا هو وشي دراري من بلدان مختلفه، تشدوا في ليبيا وما عرفتش في تونس. وكيفاش دابا كانوا مشاو مع الحاج حويجه، كان كيدي بنادم بزاف، دابا راه مابقاش يحصل، دابا مابقاش كيدي، وشدوهم شي مده وشرقوهم، دابا مطلوقين. دابا مطلوقين تما في ليبيا؟ ما عرفتش ليبيا ولا ما عرفتش تونس ولا ما عرفتش بعدا شي بلاد. ما عندكش عليه الخبر؟ لا راه كاين معانا دابا الاخ ديالي. دابا جا خو؟ يعني التحق هو؟ نعم. راه جا معانا الاخ وكاين كاع. كيعاود على الاخوت تما كرفسين. القهرة. القهرة. والله تبقى القهرة. داس عليه. داس عليه. ما كاينش ما احسن من البلاد. ما كاين ما احسن من البلاد والدار، ماشي شد البلاد وتكري ولا، الدار احسن حاجة. نعم، نتمناو يكون خير ونتمناو يعني كذلك حتى الوليدات. تفضلي اختي باش تهضري عاد ندوز عند الشباب اللي جا وانا معاكم. خصني جاي من سقسيت كنهضر على خويا اللي 4 سنين هذه ما كنعرفني والو. مشي حرق اختي من ليبيا، داز من تونس لليبيا. ومشي حرق اللي دابا 4 سنين ما عرفنا عليه والو. الله يجازيكم خير اللي سمع لي شي حاجه ولا شاف شي حاجه يجاوب لي. 4 سنين هذه ما كنسمع لي والو. الوالده عيانه والوالد عيان، الله يحفظكم. اذا الشباب انتم كنتوا في ليبيا. الشباب معنا خوتي اللي كتب لهم الله عمر جديد ورجعوا لبلادهم من بعد معاناة كبيرة خوتي، معاناة كثيرة، فمشوا سمحوا في بلادهم وسمحوا في عائلاتهم من أجل لقمة العيش، من أجل يحسنوا من الوضعية ديالهم، ولكن قدر الله ما شاء فعل، دوزوا يعني العذاب ورجعوا لبلادهم. غادي نشوفوا كيفاش مشوا، كيفاش تتعتقلوا، كيفاش رجعوا لبلادهم وشنو هي الظروف اللي عاشوها في هذه المده. مرحبا بكم. السلام عليكم. انا خشي ناديه من احد الاعضاء ديال الدراري اللي مشاو هاجروا لليبيا. انا خشي مشيت في رمضان. يعني تبغى تمشي لاوروبا؟ كنت هذيك البلاد داير انا طريق باش نمشي لاوروبا. مشينا وصلنا عند الحراق، دوزت عند شهرين. فين؟ في ليبيا في زواره. من بعد ركبنا البحر، ركبنا البحر المره الاولى كنا غنموشوا. ضربنا 6 سوايع في الطريق ما سارش الله ورجعنا. المرة الثانية مشينا في الجراف، مشينا 400، مشوا لنا 27 واحد ديال بنغلاديش في البحر. يعني في نفس القارب اللي مشينا. القارب اللي مشيتو فيه ماتوا ناس حدايا. ماشوا ناس حدايا 27 واحد من بنغلاديش. من بعد جات لامارين ديال ليبيا ديال طرابلس، شدونا داونا لواد شعال الحبس ديالهم، ما سجلونا ما والو، لحقوا داونا تما. دوزنا 3 شهور تما، جات السفاره المغربيه بصماتنا وصوراتنا، قال لنا 15 يوم ولا 20 يوم غنجيو نديوكم. من بعد داز على دابا 5 شهور باقي ما جاوش، ما داو لا دراري لا والو. من بعد خرجني انا حراق ورجع شمعها. خرجك حراق من السجن؟ خرجني. يعني كيفاش يعني كيولي البيع والشراء؟ البيع والشراء، عدم تجاره في البشر وماشي. وخش المعاناه في الحبس، كاين الجوع، كاين العسق، وكاين الماكله لا والو، العسل شي دخلهم سكرانين مقرقبين شي ضربوا الدراري شمايه. يعني انت شفتي الموت؟ شفت الموت، شفتي العذاب. ربما يعني ربي كتب لك عمر جديد. كتب لي عمر جديد. يعني هنا خليتي دابا خوتك تما في العذاب. شنطلبوا حنا من السفاره المغربيه ومن الادريسي يمشيو يجيبوا خوتنا اللي باقيين في ليبيا تما، باقيين في السوجو. وكاينين خوتنا الثاني اللي مشدودين في الطريق، كاينين اللي باقيين في الجزائر، كاين شي وحدين من 2017 هما اللي باقيين تما. يعني خليتوهم في العذاب. خلينا في العذاب. انت خرجتي حراق، يعني انت تبعتي وشريتي. تبعت وتشريت باش رجعت للبلاد. شنو نطلبوا منهم يجيبوا خوتنا اللي باقيين، والدري شي هو راه كان معايا. انت اخي كنتي معاهم. شتي لينا انت اخي المعاناه ديال كيفاش مشيتي؟ كيفاش وصلتي لهنايا مره اخرى؟ اختي مشينا حارقين ورجعنا حارقين، نفس الحريق مشينا حارقين وجينا حارقين. كيفاش؟ اختي تما المعاناه لا من ناحيه توسع. دخلتي البحر ولا ما دخلتيش؟ دخلت للبحر انا 3 مرات انا، المره الاولى تشدينا فيها هي فاش داونا اختي للحبس ديال طرابلس ديال غوت شعال، تشعدوا تما اختي بنادم كيدخل سكران في الليل كيضربك على والو ما داير لي حتى حاجه، انت اصلا غادي مهاجر للبلاد غادي وصل لاوروبا تي كتولي حاصل عندهم تما، كيولوا يتعداو عليك باش تخرج بالفلوس. بيع عشره كيولوا دايرين كيبيعوا ويشروا فيك. وليتي سلعه تما يعني. السلعه بيع عشره بضاعه كيبيعوا ويشروا فيك. هادشي اللي كاين اختي كيبداو يبيعوا ويشروا فيك. شكون خرجك؟ خرجك كيخرجك حراك يعني كيبغوا مع داركم. كيخرجك من بجوج ونص ثلاثه اربعه هو والكانه ديالو. هو والثمن اللي كيبغي لي راسو كيقولوا لك.
والديك صافي بنادم ما مسلف، كاين اللي بيع دار وكل وش، كاين اللي باع ارض عنده كل وش باع. كنطلبوا من السفاره المغربيه ترد الدراري، كاين اللي في حبس ديال العين زاره ابو سليم ديال السكه، هذوك منسيين والدي ما مر 4 سنين، كاين اللي غاب 4 سنين 3 سنين، كاين اللي ما داويش مع والدي كاع مر. يعني نفسيتهم كيفاش خليتوها؟ صافي بنادم كتخلي نفسيتهم محطمه، ما عندوش امل باللي غيرجع لبلادو. يعني انت خارج وما حملش راسك، مخلي خوتك خير، خاصك تدوي عليهم تما باش يرجعوهم. بنادم تما راه صافي فاقد الامال، كتبان ليه الموت قدامه، كتبان ليه الموت. الماكله جوج وجبات في النهار، ربع ديال الخبز كيجيبوا لك واحد الراسيون عليه 4 دراري، فيه شويه ديال الروز، و12 ديال الليل واحد شويه ديال المقارونيه، كتكملها بالماء، كتقام راسك بالماء. هادشي اللي كاين. عشتوا الجوع ديال بصح، المعاناه ديال بصح. تقريبا هاد الحرب هادي اللي مشيتي شحال خسرتي ديال الفلوس؟ راكم ما قداش كاين. مشيو للجهة. كاين اللي خاسر 10 مليون، كاين اللي 12، كاين اللي 15، كاين اللي واصل 18 مليون وبغى يرجع. بحال مشى للعذاب. شاري حبس بالفلوس. هادي راه معمرة كاينة، كتشري حبسك بالفلوس. هاكو الحبس. يا الله على سلامتكم خوتي. السلام عليكم. أنا ما خصكم تعاودوا الأسبوع لراسكم. هي راه جوج خوتات. واحد نعطي. السلام عليكم، أنا جانا من الدراري المحتجزين، كنت محتاج في ليبيا. رجعت أنا غير حارق غير هاد الأيام، رجعت أنا غير حارق غير هاد الأيامات، 15 يوم دابا باش رجعت. دوزت تما 7 شهور. ديال العذاب. 7 شهور ديال العذاب، ديال التكافيس، الجوع، الوسخ، التمارة. شي حاجه اللي يرتلع ما كنطلبوا نحسن الوضعيه. مشينا نحسنوا الوضعيه، صدقنا زايدين خارجين عليه، مشينا طامعين زعما نصوفيو راسنا كيما كنقولوا، نوصلوا لتما نحسنوا الوضعيه ديالنا. صدقنا انا تشديت انا في البحر في ليبيا. يعني دخلتي للبحر؟ دخلنا للبحر. رب ضاره نافعه، ما عرفتي كنتي غتغرق في ذاك البحر. بعد 12 ساعه في البحر شدونا، من بعد الشده ديال البحر داونا اختي للحبس عين زاره، داونا في الاول للحبس عين زاره، بقينا مليوحين فيه تما، مليوحين شي 15 يوم بحال هكاك، حتى واحد مدوى معنا ما تكلم معنا. من عين زهرة قالوا لنا السفارة ديالكم مغربية رجعت، غادي تبصم لكم، غادي ديكم. مشينا لواد شعال بصمات لنا السفارة وصوراتنا، سولناها قالنا لها شحال المدة اللي غتجيو تدونا فيها، قالت لنا 20 يوم 15 يوم غنجيو نديوكم. فرحت. هي صدقات غير زادت خارجة علينا، زادت خلاتنا غارقين تما، حنا كنطلبوا منهم يديروا شي حرة الدراري تما. شكون اللي خرجك؟ راه تكرفيس، أنا خرجني حرة. أنت حرك. يعني حتى أنا تباعيت وتشريت. يعني هذه هي الفرصة دابا ديال دوك السماصيرة باش كيبيعوا ويشريوا. صافي مني الدراري كيصيب راسو هو تما كيضيع، كيشوف الجوع، العذاب، تكرفيس، العصا يوميا، كيولي باغي غير يخرج من تما، كيولي عنده هو المغرب حلم، ما كتبقاش عنده إيطاليا ولا أوروبا حلم، كيولي عنده المغرب كيفاش يرجع ليه راه حلم. صعيب حق. اول فرصه كتعطى ليك كيخرج لواحد، عرضوا عليه ب 4 مليون 5 مليون، هو ما كيبقاش يفكر ديك الساعه فلوس. مشيتي حارق ورجعتي حارق. مشيت حارق ورجعت حارق، تباعيت وتشريت انا. شنو النداء ديالك اليوم وانت حاس بهاد الامهات وهاد الاباء اللي واقفين هنايا، لان عارف اشنو وقع لكم وكيفاش خليتي ولادهم تمايا؟ حنايا تنطلبوا منهم يعتقوا دوك الوليدات في اقرب وقت، راه الدراري تما كيتعذبوا ديال البصح، الجوع والقهر والتكرفيس والقمل وما كايناش حتى الماكله باش بنادم ما يحيي راسو. كيعطيوك وجبه باش تبقى نتايا على قيد الحياه، باش تبقى عايش صافي صافي وتبقى في بلاصه. شحال باش جيتو ثلاثه فيكم؟ لا حنايا جينا جوج والدري جاب. حنايا جينا جوج والدري جاب واحد. يعني هم ثلاثه دابا بكل حال؟ ثلاثه اللي جينا. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتكم. فعلا مشاهدي قناه شوف تي في، هاد ثلاثه ديال الشباب تولدوا لنا من جديد، هادو ولادنا وهادو خوتنا، نقولوا لهم على سلامتكم. والله الا خاصكم تعاودوا اسبوع لنفوسكم وتعاودوا تسميوا راسكم شي سميه اخرى، لان الحمد لله دخلتوا الوسط البحر، شفتوا الموت، ماتوا شباب قدامكم، ربي سبحانه وتعالى كتب لكم يعني عمر جديد، كتب لكم عمر جديد. خرجتوا من البحر واخا رجعتوا للسجن، عاودتوا تبعتوا وتشريتوا، باعوا فيكم وشراوا السماصيره، وعاودتوا رجعتوا لبلادكم حارقين، تمنيتوا غير ترجعوا لبلادكم ودخلتوا لها حارقين. للاسف الشديد، للاسف الشديد. تفضلي امي انت. انا السلام عليكم. عاودتي امي انت شويه قربي عندك. انا من قلعه سراغنا، كنسول على ولدي محمد فرحات، مختفي ليا في ليبيا، وراه ماشي عهوه معاه 25 دري اللي ما عرفناهم، كيطاليهم كجرى ليهم
بحال واش تحفري ليهم حفره وتدسيهم فيها، ما عرفناهم واش مقتين ولا حقين، ما قالوا لينا والو. كيقولوا لينا هنا 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 ما كاين حتى حاجه، حاجه ما شناهم. كل مره يمشيو للرباط ما كيمشيو للرجاله والو، ما كايناش الهضره. 25 دري ما كايناش الهضره، وانا ولدي محمد فرحان. وعياو الناس بالمركوبات وبالمشيان وبالمجيان، ما كيقولوا لهم يعني كطلعوا للوزاره كنطلعوا كيمشيو ديما الرجال يمشيو للعيالات يهضروا كيعياو، ما كاين حاجه، ما كاين. كاينين هك كاينين هك كاينين هك، ما شنا منهم والو. ودروك انا كنطلبوا جلاله الملك يتدخل في هذا الشيء ويجيب لنا وليداتنا، واخا ميتين واخا حقين، بقينا غنعرفوا شنو اللي كاين. رحنا معذبين ومحنين وكنعانيو، لا اله الا الله، بقينا بلا صحه بلا عينين. رحنا تمحنا وتعذبنا، رحنا تكرفسنا، لا حنا لا وليدات. كون بعدا عا كنا مطمنين عليهم كيهضروا ولا هما يطمنونا وحنا نطمنوهم، راه ماشي مشكل. ما دايرين ليهم لا وقت لا ايام لا سب باش نعرفوا شي حاجه عليهم، ما عرفناهاش. هادشي اللي كاين اختي. اجي اختي اجي قولي لي شنو شكون اللي يعني في السجون الليبيا ولا الجزائريه؟ في الجزائر. تفضلي اختي. اختي كنطالب باش يرجعوا سمحه من خويا اللي مشى دابا 5 شهور، هو كيهضر معانا وقاصر. كيعاود لكم المعاناه، هو ميتين بالجوع، قاصر عنده 17 عام وميتين بالجوع، شحال من حاجه بزاف. يا الله، يعني بالدموع مشاهدي قناه شوف تي في كنشوفوا يعني عائلات المحتجزين بالسجون الليبيه اللي ولاو كيتباعوا ويتشراو بالسماسره. يعني لا سمعتوا معنا، عوض ان مسؤولي مدينه مسؤولي المغرب او الدوله انهم هما اللي غادي يجيبوا هذوك الشباب، فدخلوا السماسره على الخط ولاو كيخرجوا. يعني كيقول لك الحراق كيولي عيط للعائله، بغيتي نخرج لك ولدك من السجن، تصيفطوا 1 أو 2 المليون ولا تصيفطوا 1 أو 3 المليون ونخرجوا لكم. وبالفعل كما شفتوا معنا 3 ديال الشباب يعني تمكنوا انهم يحرقوا مره اخرى المغرب ديالهم، يعني يحرقوا لبلادهم. مشاو حارقين ورجعوا حارقين باش انهم عطاو الفلوس للحراق باش قدروا انهم يرجعوا للوالدين ديالهم. ونطلبوا الله عز وجل يعني اللي باقيين في السجون الليبيا او السجون الجزائريه الله يطلق سراحهم. وكنتمنوا يعني كما كتشوفوا معنا بعض العائلات اللي قال لك احنا ما كناشدوا حتى شي مسؤول، ولكن نناشد جلاله الملك عافاك سيدنا جيب لينا ولادنا. لان هنايا الملك ديالنا اللي عنده واحد العلاقه علاقه حب بين الشعب ديالو، الشعب كيحب الملك والملك كيحب الشعب. وها هما اليوم تيقولوا له ملكنا وليداتك راهم معذبين في السجون الليبيه والجزائريه، كنتمناو ان التدخل ديالك وتعليماتك يجي وليداتنا ويتجمع شملنا مع وليداتنا. كاين اللي باقي يقول شي نداء ولا سنهي؟ مرحبا اختي. انت مختفي، انت اختي غندير لك لايف بوحدك ونخلي النمره التليفون ديالك، لان انت ما عارفاش واش كاين في السجن. مرحبا اختي، انت غندير لك نداء بوحدك، نوريو الصوره ديالو ونخلي النمره ديالك التليفون، ربما حتى الى عرفوه الاخوان اللي في السجون الجزائريه او الليبيه يخبروك بعدا، غير تعرفي انت بعدا فين كاين. مرحبا اختي، داكشي علاش خليتك انت باش ندير لك لايف بوحدك، لان هنا كاين العائلات اللي عارفين ولادهم كاينين في السجون. بالنسبه لك انت اختي ما عارفاش مسكين لا حي ولا ميت ولا مسجون. قطعات الاخبار ديالو غادي نحاولوا نخصصوا لك مباشر ونديروا رقم الهاتف ديالك، ونطلبوا الله عز وجل يجمع الشمل يا رب. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في كنجيو لنهايه هذا البث المباشر من مدينه خريبقه. اللي كتشوفوا معنا ماشي غير العائلات الخريبقيه، وانما جايين الناس من توريرت، من قلعه السراغنه، من فاس، من تقريبا بزاف ديال المدن المغربيه اللي مشاو فيها واللي ضاعوا فيها، اللي ضاعوا منها وليداتنا. اكيد كيبقاو مغاربه في كل المدن المغربيه. دمتم في رعايه الله، إلى اللقاء.